ان شاء الله غالبا غتشوفني في رمضان. الاعمال ديالي من خلال كاين تيلي فيلم الشبيه وكاين مسلسل ظلال الماضي لا يموت من انتاج القناه الاولى ان شاء الله. هذا اللي غادي يكون واحد الروتور بالنسبه ليا من 2013 اخر مسلسل ديالي الناس الحومه لعده اسباب منها من عجل اختيار المواضيع ويكون موضوع كيهم الناس والا تشتغل من عندنا كتشتغل كنظن ما بقيتش في هذه المرحله بالعكس وليت كنشوف أمور بشكل آخر. حضوري هنا من أجل دعم هاد الإخوان اللي جاونا من فلسطين محمود ومحمد وأنس اللي جاو بواحد الحلم إكستراوردينير واللي جاو المغرب جاو في مهرجان الباب بغاو مشيو لقاو الحدود مسدودة ولكن المغرب احتضنهم طبيعة الحال تكرفسوا عانا ولكن من بعد سنتين كيحققوا الحلم ديالهم. هما اليوم قدموا لنا أول عرض وإن كان العرض ما قبل الأول إلا أنه كان رائع والأجمل قدروا يحققوا اللي ما حققوا ربما بعض الفرق المحترفة في ملء مسرح محمد السادس عن آخره بالناس اللي كيقطعوا التذكرة ديالهم. وهذا كيعني أن الناس ديال وجدة ناس ذواقين الناس كيعرفوا يختاروا في نفس الوقت ووجدة فعلا عاصمة الثقافة العربية وكيبين أيضا التعاطف ديال المغاربة اللي عندهم مع القضية الفلسطينية ومع الشباب لأنهم شباب ومع الحلم ديال هاد الشباب. فهنيئا لكم. لكن أفلام كاين اللي في المونتاج ولكن هادو اللي سألتني عليهم بخصوص رمضان إن شاء الله هما اللي نقدروا نهضروا عليهم دابا. كنقولوا القناة الدار نتمنى أنها تكون قناة مسؤولة لأنه في خضم هادشي اللي أنا كنشوفه دابا اللي هز كاميرا كيقول أنا قناة والناس كيقلبوا على البوز فأنا كرهت هاد المسألة هادي ولينا كتخلينا نهربوا كاع من أننا نديروا لقاءات لأن الناس كيخليوا الأجمل ما في الحوار ديالك وكياخذوا واحد شي حاجة اللي يضربوا على البوز سا سي اون مالادي اللي ولاو كيعانيوا من الناس وغيضطرونا الواحد لما وريناش البطاقة وجاب السي في يمكن ما نديروش معاه استجواب لأنه ولا تخلطات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.